مملكة وداي، وأهالي دارفور يسمون وداي بالبرجو نسبة إلى جبل البرجو، بينما سكان برنو وباجرما وغيرهم يستعملون لفظة وداي. وفي اللغة المكتوبة تعرف بدار مبا ودار صالح أو دار صليح، يعني مملكة سلالة صالح ابن عبد الله العباسي. فكلمة وداي أو البرجو أو الصليحاب هي جنسية تمنح اجتماعيا لكل من ولد وعاش في أرض المملكة، وهي ليست وثيقة تمنح، ولكنها حق لا يقتصر على أبناء المبا فحسب ولا على القبائل الأخرى التي تعيش في المنطقة، بل تعدت لتشمل كل القبائل التشادية التي دفعت بها ظروف الحياة إلى هذه البقعة من الأرض، بل وحتى القادمين من دول الجوار ومن خارج القارة. وعلى سبيل المثال النيجيريون والسودانيون والليبيون والكنين أي الطوارق واللبنانيون والمصريون والسوريون والأتراك وغيرهم. وما هذا إلا تطبيق لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف سند الدولة العباسية. وكانت هذه هي الاستراتيجية التي تبناها الشيخ جامع حينما تزوج من جدية من الكري إحدى فروع قبيلة المبا، وأنجبت له عبد الكريم الذي تزوج هو الآخر من ميرم عائشة ابنة سلطان التنجر داود المرين، ليخلق بذلك واقعا تمتزج فيه الدماء العربية بالدماء الأفريقية، مكونة مملكة وداي العباسية الإسلامية التي رأت النور ببناء عاصمتها في ورى في عام 1635 على يد مجدد الإسلام عبد الكريم ابن جامع. وتشير المصادر إلى أن سلطنة التنجر التي قامت في المنطقة نشأت قبل تجديد الإسلام، وكانت عاصمتها في كدمة التي تقع على بعد 4 مراحل جنوبي غربي ورى. وقد اعتمد عبد الكريم على القبائل العربية والإفريقية الموجودة في المنطقة في تجديد الإسلام الذي كان ضعيفا في المنطقة، لذلك سمي بمجدد الإسلام أو بجد الإسلام. كانت تنجر القبيلة المسيطرة على تلك البقاع، وتاريخ هجرتهم لا يزال غامضا، وقد اندحر سلطانهم في دارفور قبل دخول الإسلام، بينما في وداي كان اندحارهم نتيجة جهود عبد الكريم الذي أسس مملكة وداي ونشر فيها الإسلام. أما المبا فهم أسرة واحدة، ولغتهم الرئيسية هي رطانة الكبرتو، وتنقسم القبيلة إلى عدة فروع، منها كبرتو، كادونغو، كشمري، كالينغان، كاجانغا، كارنغا، كيدرمي، كونياري، كشمري، مدبا، مندبا، مدلا، مرفا، ملنغا، غري، خشتا، بخا، رونغا وغيرها. أقام عبد الكريم ابن جامع أولا في دمبي، ومن ثم بنى مدينة وارا في عام 1635، وببنائها أسس مملكة وداي التي استمرت في نشر نور الإسلام وثقافته حتى عام 1850، حين قام السلطان محمد شريف بتحويلها إلى أبشة بسبب شح المياه في وارا. وقد استمرت المملكة بقوتها وعظمتها حتى دخول الاستعمار الفرنسي إلى الأراضي التشادية في عام 1900، وبعد مقاومة شرسة قادها السلطان محمد دودمرة الأولى في الفترة من عام 1902 حتى عام 1909، والثانية من عام 1909 حتى عام 1011 ميلادية. المقاومة الأولى كان دودمرة بصفته سلطانا، أما في الثانية فبصفته مقاوما للاستعمار. وقد وقعت مدينة أبشة في قبضة الاستعمار الفرنسي في عام 1909، وباستسلام دودمرة انتهت المرحلة الأولى للمملكة. وتأتي الفترة الفاصلة بتولي السلطان آدم أصيل العرش في الفترة من عام 1909 حتى عام 1912، وبسجن السلطان أصيل في مدينة لاي بجنوب البلاد في عام 1912، ووفاته في عام 1916، عاشت المملكة فترة فراغ دام 23 عاما، أي في الفترة من عام 1912 حتى عام 1935.
وكانت المملكة في المرحلة الأولى دولة ذات استقلال وسيادة وذات شخصية اعتبارية لها وجودها وتمثيلها الدبلوماسي والسياسي في الخارج وعلاقاتها الدولية ودستورها القرآن. أما في مرحلتها الثانية وهي مرحلة ما بعد دخول الاستعمار فقد أصبحت المملكة مجرد وكيل للسلطة الرسمية في إنجمينا ووسيطا ما بينها وبين الشعب، ولم يصبح لها من الكيان القديم إلا السلطة الأخلاقية، وأصبح السلطان مجرد موظف يتقاضى راتبه من خزينة الدولة الحديثة التي أنشأها الاستعمار. وفي عام 1935 جلس على عرش المملكة الجريحة السلطان محمد عرادة، وهي بداية المرحلة الثانية. خلفه علي السليك ابن دودمرة، ثم إبراهيم محمد عرادة في عام 1978، وتوفي في 11 من أغسطس لعام 2004 بأبشة، وخلفه ابنه السلطان المحتفى به محمد عرادة الثاني.